أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون 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 الحمد لله رب العالمين. Now we are at ayat 7 and 8. Let's try to repeat ayat 7 and 8. Now this is just a hint. If you would like to memorize it quickly, is try to repeat over and over, then close your eyes, then once you are confident, then you can move to the next ayah. Good luck. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون هم الذين يقولون لا تنفقوا
على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله العظيم.